شركة بروج العقارية عبد القيوم خوجة يحييكم. متواجد الآن في مشروع في حي كاشستو في منطقة يمرة. المشروع عبارة عن بنايتين زي ما أنتم شايفين، أنا موجود مقابل البناية بي. المشروع عبارة زي ما قلت لكم عن بنايتين، موجود فيه عدد جيد من الشقق. الشقة اللي بنصورها شقة في الدور الـ11، إطلالة مميزة جدا. الشيء الأفضل أن المنطقة قريبة من جواهر مول، مشيا على الأقدام تقريبا 5 دقائق بجواهر مول موجودة الفنادق الفخمة مثل نوفوتيل وشيراتون راح بينبني ويكون جاهز خلال فترة وجيزة، وأيضا الفنادق السياحية المعروفة ديدمان وغيرها. قرب المجمع من جواهر مول، هذا شيء يميز المجمع زي ما قلت لكم، وإطلالتها الساحرة على البحر أيضا. الخدمات الموجودة في المجمع: ألعاب أطفال بالإضافة إلى ملاعب رياضية وأيضا جلسات عائلية، وما ننسى أيضا أنه المجمع مخدوم بمواقف السيارات مغلقة ومواقف السيارات مفتوحة ونظام سيكوريتي وكاميرات مراقبة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر عن الشقة على أرض الواقع، تفضلوا معنا. حاليا أنا متواجد أمام بوابة البناية. فتح الباب الرئيسي للبناية عن طريق أرقام سرية. مدخل البناية من هنا زي ما انتم شايفين. في صناديق بريد لكل صاحب شقة. ندخل مع بعض مدخل البناية. أول ما ندخل عندنا في كل دور 4 شقق، شقتين خلفية وشقتين أمامية ومصعدين موجود في كل بناية. تعالوا مع بعض نشوف مدخل المصعد. مصعد يسع ل4 أشخاص. نطلع مع بعض نشوف تفاصيل أكثر فوق. وصلنا الدور الـ11، الشقة 3 غرف صالة بـ3 دورات مياه وبلكونتين. أنا الآن متواجد في الممر. مدخل الشقة من هنا. عندنا الانترفون وعندنا لوحة مفاتيح الكهرباء. يسارا لو نلاحظ عندنا المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات ونغطي المواسير الخاصة بالتدفئة هذه. يسارا على طول الصالة. زي ما شايفين مساحة الصالة جيدة، 35 متر مربع، موجودة التدفئة في كل زاوية، وأيضا ألوان الشقة جاية بلون بيج مميز. واجهة أمامية رائعة جدا على البحر. الشقة اللي موجود فيها المجمع أو المجمع في منطقة كاشستو مقابل جواهر مول بالضبط. نتوجه من الصالة إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحتها 3 في 4 مساحة البلكونة، وإطلالتها المميزة من الجهة هذه على المجمع ومن الجهة الأمامية على البحر. منطقة مخدومة، منطقة كاشستو، جواهر مول مقابلنا، الفنادق المميزة، وعندنا المنطقة هذه يسألون بعض الناس انه هل يبنى فيها؟ احتمال يبنى بس ما يحجب علينا الإطلالة. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. نتوجه من البلكونة إلى المطبخ. المطبخ موجودة دواليب راكبة فيها، أماكن الأجهزة الكهربائية زي ما أنتم شايفين، ألوانها مميزة يعني متناسقة مع ألوان الشقة من سيراميك والبلاط، وعند الأرضيات سيراميك أيضا مع الممرات. نطلع من المطبخ نكمل تفاصيل باقي الشقة.
بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى. الغرفة هذه مساحتها ثلاث فروق تقريبا 12 متر مربع، إطلالتها على جهة المجمع من الجهة الجانبية. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية، بس قبل ما نخش الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي. بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية، عندنا المروش، الكلوزيت، المغسلة والتدفئة الخاصة بدورة المياه. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا غرفة الثانية. الغرفة الثانية هذه أصغر من الغرفة الأولى، أقدر أقول 10 متر مربع، يعني 3 × 3.5، ولها بلكونة صغيرة تقريبا متر في 2.5 متر. إطلالة البلكونة هذه إطلالة على الجهة الجانبية للمجمع. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نطلع من الغرفة الثانية نتوجه إلى غرفة الماستر. جينا غرفة الماستر، يميننا هنا على طول دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر. الحاجة اللي حاطينها هنا برضو يعني ما عجبتني، انهم حاطين مكان خاص بالغسالة في دورة المياه التابعة لغرفة الماستر. كمساحة كبيرة لغرفة النوم جيدة، مكان خاص للسرير، وهنا نقدر نحط الدولاب أو هنا، يعني مساحتها جيدة، 4 × 6 تقريبا، 4 × 6 أو 4 × 5.5، وإطلالتها من الجهة الجانبية للمجمعات اللي حولها. كذا أعطي لكم تفاصيل كاملة عن الشقة، ثلاث غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. كذا شفنا مع بعض تفاصيل كاملة عن الشقة وعن المجمع والخدمات اللي موجودة فيها. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.